جزاكم الله خيرا. أم محمد تقول في سؤالها: أنا والدة لطفلين، أحدهما يبلغ سنة من العمر وقد توفي، والآخر 8 أشهر وقد توفي هو الآخر من زمن بعيد، ولكن لم نفعل لهما عقيقة، هل يجب علينا الآن أن نعمل لهما عقيقة؟ عقيقة ليست واجبة لا عن الحي ولا عن الميت من الأولاد، ولكن إذا عقوا عن الأموات فهذا شيء طيب، لأن هذا يدخل في عموم مشروعية العقيقة عن الأولاد. نعم.